سننتصر إن طال الزمن لابد يوما ننتصر إن طال الزمن لابد يوما ننتصر كل قيود ظالمة لابد يوما تنتصر ستنتصر كل قيود ظالمة لابد يوما علي فقطاع التعليم هو قطاع اللي يعاني من اختلالات بنيوية وإصلاح التعليم تتطلب شجاعة سياسية تالي فماشي فقط مجرد النوايا فهذه النوايا أن تم التعبير عنها مسبقا في مناسبات عديدة لكن فرغم المناظرات رغم السنون فإن هذه الإصلاحات لم تتم لأن كل إصلاح فهو يكون خطوة إلى الوراء عوض يكون خطوة إلى الأمام فحتى هذه الحكومة الحالية فرغم ما طبل وما بيط لها على أساس أنه سيكون إصلاح أعتقد فإننا لا ننتظر إصلاح بمعنى الكلمة لأن كما يقال فالتباشر الأولى تثبت وتوضح على أن هنالك ليس هنالك إصلاح قادم فمن خلال العمل بالعقدة الذي تم العمل به في السنة الماضية والآن هنالك نية على أساس تعاقد مع 24,000 رجل تعليم والتعليم فيعني أن الحق التعليمي سيزداد بلقنة فعوض أننا نطالب بتعليم جيد فهؤلاء 24,000 و 10,000 اللي تم توظيفها لم يخضعوا إلى تكوين وبالتالي فلن يكون هنالك تعليم جيد فحسب الصريح وزير التربية الوطنية الذي قال بأننا سوف لن يكون هنالك اكتظاظ ولن يكون هنالك اختصاص في رجال التعليم فهذه مجرد يعني قرص مسكين لبعض الناس الذي بعض إخوة الذين يعني الأمور وكيف غيب عليهم فإذا بغينا ما يكونش اقتدار سيكون بناء ديال مؤسسات وأجرات جديدة وفي هجرة ثلاث أشهر ما يمكنش أنهم تبنى مدرسة أو أجر جديدة كذلك في ظرف 3 أشهر باش يكون دخل مدرسة ما يمكنش يكونوا رجال تعليم
يكون واحد العطاء جيد. اذا فمن ينتظر اصلاح في ظرف هذه الاستمراريه لا اعتقد يكون انه اصلاح كاين في الافق. اعتقد بان اصحاب القرار لا زالوا لم يقرروا بعد رغم النوايا المعلن عنها لا زالوا لم يقرروا بعد ان يكون هنالك اصلاح حقيقي للتعليم التعليم الذي يخدم المواطن المغربي. اكتفي بهذا وشكرا. شكرا. عبد القادر حديوي في إدارة الشرعية التعليمية بعد مسيرة فتح خان 2017 لا شيء سوى أننا نصلح بالحق في زمن الصمت. كيف نفصلها على الوضع العام؟ هناك تراجعات كثيرة يساهم بها ويشارك بها نضالات العمال والعاملات في حتى المرتبة المستنفرين ترتيب العالمي للتنمية اعترافات المسؤولين نستمع إليه بأن المدرسة أصبحت مريضة ولكن هذا في ظل تراجعات كبيرة والكثيرة منها الإجهاز على مجموعة من الحقوق حقوق الشغيلة التعليمية في اللي يمكن لخصوها في التالوت الخطير اللي هو زيادة في سن العمل ثم الإقدام على القطاعات وتحويل راتب التقاعد النسبة ديالو من 2.5% لهذه الإجراءات يمكن لها إلا أنها تؤدي تراجع كل حاكم يبيعنا ويقبض الثمن. وهذه إشارة مني كمسؤول النقابة الوطنية للتعليم فرنسا الإنسان على أساس أن إلا ما كانش الاهتمام نحن في مدارس اشراك الشركاء من اجل وضع نحن في المقهى سياسه تعليميه حقيقيه في البيت سياسه تعليميه لتحمي المدرسه العموميه وتطرد الاعتبار لرجل وجدنا المخبر السري في التعليم كلنا الا اننا نطبق ناقوس الخطر غياب الاهتمام بالمدرسه العموميه لان المدرسه العموميه هي اساس التنميه هي اللي يمكن تطور البلاد يا وطني المصطوب هي اللي يمكن تخرجنا من هذا الوضع المأساوي يا كرة النار التي تسير نحو الهاوية. باسمي وباسم كل أعضاء جمعية الحياة الثقافية والفنية بلفقي بن صالح أهني الشعب المغربي عامة وكل عمال المغرب خاصة بهذا العيد الأممي ألا وهو عيد الشغل الذي يصادف فاتح مايو من كل سنة. ونحن في جمعية الحياة الثقافية والفنية وككل سنة نساهم بكل ما أوتينا من قوة ماديا ومعنويا من أجل إنجاح هذا الحدث الهام على مستوى الفقي بن صالح كإطار جماهيري تقدمي يساند المنظمات الجماهيرية والتقدمية وأقصد بالذكر هنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقي بن صالح. كما قلت نساهم في التنظيم وفي التسيير وأيضا في تنشيط هذا الحفل المتميز. مرة أخرى مبروك لكل العمال عيدكم الأممي الذي يذكرنا بكل الإنجازات والمكتسبات العمالية ويشحن هممنا من أجل المزيد والمزيد والمزيد من العطاء. وشكرا لكم. فتنتمنى أن يكون حوارات لي متواصلة لا سيما أن القطاع ديال العدل القطاع الحيوية والمشاكل ديالو هي متراكبة. صحيح أنه كانت بعض المكتسبات ولكن كاين تراجع خصوصا في المشاريع الجديدة تتعلق بمسطرة مشروع القانون التنظيم القضائي ولا مشروع المسطرة المدنية في هدف تصوير الحكومة الحالية على حق والعمل على تحسين الأوضاع ديالو مع مراعاة الجانب الاجتماعي خصوصا ما يتعلق بالأعمال الاجتماعية للوزارة رفع عينها على الطرقات الكثيرة اللي تتعلق بالمؤسسة المحلية كذلك تنتظر انتظارات تعمل على تخليق المرفق ديال القضاء المرفق اللي هو حيوي وعلى جميع الشغيلة أن تستعد بكل خيارات وكل خيارات المطالب ديالها وتحقق جميع ذلك المتسنائية بالنظام والصمود والتشريفات المالية للقضاء. كنتمنى على الإنسان في التنمية المجالية والبشرية في التنمية.
كذلك خرجت عزلة على مجموعة ديال الشقيرة اللي جات من طريق تفقيه بصراحة الشقيرة بصراحة غادي حقوقهم المتعلقة بالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. المناضلين والمناضلات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نريد أن نسجل تاريخ مرة أخرى بأن فعلكم النضالي هو صرخة حية يعكس ضمير حي وغيرة مطلقة على هذه البلاد. علاش؟ لأن ما يظهر في الأفق الشيء اللي كيبان لنا في الأفق بأن شيء غير مطمئن، شيء غير ضامن لأمان هذه البلاد. فإذا سمعنا التصريح الحكومي، التصريح الحكومي الأخير، وإذا تذكرنا الأرقام والإحصاءات الرسمية ديال الدولة المغربية، كلها تبشر تنذر بأن القادم سيء، إلا ما قلناش أسوأ. والتصريح الحكومي لا يستجيب، ما كيجاوبش على الأزمة الحقيقية التي تنخر هذه البلاد. الأزمة الحقيقية في جميع القطاعات بدون استثناء. الشعب المغربي أصبح في أسفل الدرك من حيث مؤشر الفرح والسعادة. علاش؟ الدولة أو المغرب يرتب في أسفل المراتب على مستوى التنمية. علاش؟ الدولة المغربية ترتب. تحية لكل المناضلين والمناضلات في إطار النقابة الوطنية لعمال وموظفي الجامعات المحلية والتوفير المفوض. حنا بغينا ومن اليوم من فاتح ماي نريد نظام أساسي عادل لكل الشريحة ولكل الموظفين الجماعيين، وكذلك نريد تعويضات على الساعات الإضافية، وكذلك تعويضات عن تعميم التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة، وكذلك نريد عدة مطالب من بينها هو جمعية أعمال اجتماعية تكون جمعية جادة ومسؤولة ومستقلة. وشكرا. من قلب احتفالات وفاة الماي بمدينة القيم صالح، معكم مقريني فؤاد كاتب العام للقطاع قطاع شركة جبال أو نقابة الكونفدرالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية. تنتمناو من هذه المسيرة أنها توصل الصدى ديالها للمسؤولين من الحكومة من المخزن، وأملنا كبير أملنا كبير في تحقيق مجموعة من المطالب اللي تناضلوا عليها السنوات هذه، من ضمنها الرفع من الموضوع اللي لسنوات هو خام. يعني المدة هذه ما كاينش واحد الزيادة في الأجر. تنتمناو تاخذ بعين الاعتبار الدولة هذه المطالب اللي تنظن أنها ماشي تنظن، أنا متأكد من أنها مشروعة. لهذا نناشد من هذا المكان كل المسؤولين أنهم يراجعوا ويعاودوا النظر في المطالب المشروعة لكل عمال وكل المناضلين. وشكراً.